ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. أنتم اليوم تغديتم عن طريق أفواهكم، والله في ناس مضى له 20 سنة وهو يتغدى عن طريق أنفه. يا جماعة اذهب إلى المستشفيات تجد أقواما يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيب ويخرج عن طريق الضغط على بطونهم. والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة، إذا شم الرائحة علم أنه خرج من بول أو غاط. حدثني أحد الإخوة يقول ذهبت إلى المستشفى ودخلت على أحد المقعدين فقلت له ماذا تتمنى، وأنا قد جهزت كلاما في التصبير أتمنى توقعت يقول أتمنى أن أشفى. فنظر إلي وهو لا يحرك إلا رأسه فقط، قال اسمع يا شيخ، قلت نعم، قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا أحس بشيء، لكني أرى الدم لا أحس بشيء أبدا، لا أدري أنه خرج مني بول أو غائط إلا إذا شممت الرائحة. يا شيخ أنا عمري الآن 38 سنة وأنا منذ 7 سنين على هذا السرير وعندي 5 أطفال، عندي 5 أطفال ثم أصبت بالحادث، والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع أحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب، لا لا أتمنى هذا. قلت عجبا، إذا ماذا تتمنى؟ فقال أتمنى هذه الجبهة التي منذ 7 سنين ما استطاعت أن تسجد لله، أتمنى لو يرزقني الله تعالى سجدة واحدة، أتمنى لو يرزقني الله تعالى سجدة واحدة. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، النعم التي أعطيتنيها يا ربي لا أريدها أن تزول. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك، أن تأتيني نقمة عقوبة تنزل بي فجأة أو أن تنزل بي مصيبة، يا ربي أعوذ بك من فجاءة نقمتك. كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا، أو أصبح مهتد وأمسى ضالا، أو ربما أصبح مستورا وأمسى مفضوحا، أو أصبح مسلما وأمسى كافرا. قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك، نقمة أو مصيبة تنزل بك أو بولدك أو بمالك، استعذ بالله تعالى منها قبل أن تنزل.